مساء الفل واهلا بيكم. هل هناك من احد قريت مقوله؟ مش عارف اقولها دلوقتي، لسه الزباين ما جوش، لسه الزباين ما قالوش، انما قريتها ارجو ان يكون النص مظبوط. ممكن حد دلوقتي يسمعني يقول لي طب ابقى جاهز الكلام وجاهز النص قبل ما تقوله. عندك حق، بس انا بحب ابقى تبقى المسائل تلقائيه كده. قريتها قريب، يعني يقول لك ايه، ويبقى الله حين لا يبقى احد. الله، حلوة قوي ودقيقة ولها مغازي كثيرة. ويبقى الله حين لا يبقى احد. مساء الفل. قعدنا اسبوع، كانت الست بقى مسافرة تتفسح في لندن، والحمد لله تكعورت هناك وعيت، فده شيء كويس يعني، عشان ايه ما تبقى تحرر في الحكاية دي. اهلا بيكو. انا في الحقيقه مش مفكر قوي، بس كنت عايز اسال، عملتوا ايه في الخيمه الحمراء؟ هل حد اشترى الروايه وقراها واستمتع بالاسلوب؟ والمساله اللي اتكلمنا فيها في مساله انه هل ده شيء يعني كويس انه حد يكتب تاريخ فيضيف في رؤيه؟ هقول لكم حاجه، ليه انا متاثر بالحكايه دي؟ لانه الناس كلها فاكره ان شجره الدر هي بتاعت كاريوكا، وفاهمين انه مرات ايبك هي نعيمه وصفي، وانه اللي حصل ده حصل ان هي قتلت شجره الدر. ده كل ده مش صحيح خالص. واللي شفناه مثلا في وقت اسلامه، نص الاحداث التاريخيه مش موجوده. وانا كنت رحت، قلت لكم ان انا رحت صورنا في مكان في شارع اللي هو فيه مشاهد اهل البيت جنب السيده نفيسه، ممتد شارع الاشراف اظن اسمه كده. وفي مكان بيقولوا هنا مدفونه شجره الدر، يعني عملوا جنازه ودفنوا؟ لا، ده رموهم فوق القلعه عريان خالص. يعني المشهد اللي بتشوفه في الفيلم ده، والصوت الطاووس بيصرخ، والمشهد الدراما الفظيعه، ونعيمة وصفي داخلة بعظمتها في التمثيل، وقصادها تحية اثنين ممثلين جبابرة، وطاووس، واخراج بتاعه هيروحوا رامينهم في الجاكوزي بعد كده نازلين طاخ تيخ، مفيش حاجة من دي خالص. لكن الناس فاكرة ان هو ده اللي حصل. لا، اللي مكتوب في الكتب ومتدون من اكتر من مؤرخ ومن اكتر من حكاية، ان هم رموها من فوق القلعة عريانة، رموها كده من فوق القلعة، وناس لقوها فخدوها دفنوها هنا. ده اكيد لا، بس المكان ده احتمال تكون فيه، هم لما لقوها الناس كده لفوها، يعني سطروها زي ما بنقول يعني، ودفنوها في هذا المكان. المكان اللي هو اتسرق جامد جدا، لما دخلنا المقبره من جوه لقينا الحيطه كلها متقشره، واضح ان كان في رسومات وحاجات واتشالت او اتاكلت مع الزمن، او حد محدش اهتم بيها. يعني ما حدش اهتم بان المكان دوت موجوده مدفونه فيه شجره الدر، ويقال ان ابنها مش عارف ايه، مين اتدفن معاها، مين، قصص كتيره. لكن المؤكد انها مش تحيه كاريوكا، وانها اللي قتلتها مش نعيم وصفي مرات ايبك، ولا كلام منه خالص. فده دي الحته اللي انا بحس انه لما بشوفهم بيشوفوا حاجات يفتكروا ان هو ده التاريخ. يعني يفتكروا التاريخ ان صلاح الدين الايوبي فعلا راح عالج ريتشارد قلب الاسد. لا كده مفيش، كده مفيش حاجات بالشكل ده خالص، يعني مفيش كلام من ده. ولو ان المشهد، انا شفت الفيلم ده ما كانش فيه، كان مسعود هو الممثل العربي العظيم، هو اللي عامل دور صلاح الدين الايوبي، وراح ريتشارد اتكلم مع ريتشارد، فريتشارد قال بس قال له ايه القدس دي، يعني فيها ايه، يعني ايه موتين نفسكم عليها، يعني بتسوى ايه؟ قال له ولا حاجه. وبعدين مش وقدر رجع له، لكنها كل حاجة، وده التعبير الدقيق، هي مدينة مقدسة لكن هي كل حاجة يعني. وده كان مشهد مشهد الحلوة، لو مش موجود في فيلم صلاح الدين الأيوبي. بعدين هل يعقل ان صلاح الدين الأيوبي عايز يقتل الرجل الحاكم اللي هو بتاع ليون ده ولا ايه ده، فيقوم يبارزه؟ والمبارزة الفظيعة اللي اتعملت بين، اظن لوكسر يمكن عمل الدور ولا حاجة زي كده،
مع ومبارزة عنيفة جدا وبتاع، كان ممكن يبص عادي الأيوب ده يبقى قائد مجنون لو عمل كده. فدي كل حاجات بتخليك تبص انه لما نيجي نكتب تاريخ نكتب تاريخ، لما نيجي نكتب رواية نكتب رواية زي ما احنا عايزين. ولذلك انا بشوف احيانا افلام ومسلسلات معمولة عن احداث حقيقية. يعني انا لسه كنت بتفرج على حاجة يا رب سعفني ان انا افتكر عن احداث حقيقية، فيوم يكتبوا فيها ايه؟ في تصرف درامي في الحكاية، يوم ينبهونا ينبهوا ان احنا ممكن نكون خلقنا شخصيات عشان الدراما، ضفنا شخصيات عشان الدراما للبتاع، لكن الحدث الاصلي هو حدث حقيقي. لكن اللي بيحصل ان انا بقرا رواية مش مكتوب فيها اي كلام من ده خالص، رواية وبعدين بلاقي فلان اسمه يوسف، ده النبي يوسف لانه ابن يعقوب واخواته فلان وفلان وفلان اللي هم اخوات سيدنا يعقوب. يبقى ايه بقى؟ يبقى نفكر في الحكايه دي. حد من الناس من اخواننا في اهل ونس، اسره ونس، قال انه دوت هيعوق ويعمل حاجز جديد او مانع جديد في تصوير الشخصيات. لا انا ما بمنعش حاجه تصور شخصيات خالص، بس اذا كنا هنقول انه دينا اللي بنت سيد دعوه اللي في الخيمه الحمراء، هنقول ده احنا اتصرفنا فيها بقى، بس نقول ان احنا اتصرفنا في الشخصيه ما عندناش معلومات، فتخيلنا ان الشخصيه ممكن تعمل كده. خلاص سطرين في الاول او في الاخر. فيوم اللي بيقرا يفهم ان في هنا تصرف. في تصرف في الامر مش مشروع، مفيش مانع ابدا، ما دام احنا قلنا في تصرف في الموضوع. خاصه لما بيبقى الموضوع متعلق باسماء مقدسه. فلازم يبقى التصرف اللي معمول يبقى تصرف موجود في روايات يعني معتمده. فانما انا مش بقى ما يعني انا مش عندي سلطه اولا ان انا امنع، ولا احب المنع اطلاقا، ولا احب ان انا اعمل حواجز بين الشخصيات والبتاع. لكن يعني مثلا هقول لكم حكايه حصلت لي انا شخصيا. اتقدم مسلسل ام كلثوم لصابرين وللست المخرجه الكبيره انعام محمد علي والكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن. يعني انعام مدام انعام اخراج، محفوظ عبد الرحمن تاليف، والتلفزيون انتاج، وصابرين كانت جميله، وبعدين في بقى كمال ابو ريا عمل دور حلو، وكلهم عملوا دور رامي وبيرم وعملوا ادوار حلوه جدا، واحمد راتب بظن كان موجود عمل الاصابجي، يعني مجموعه حلوه جدا. وبعدين كانوا بيعملوا حاجه اسمها مساء الخير يا مصر، مش صباح الخير يا مصر. هما كده بيحبوا مصر قوي، بيصبحوا عليها ومسوا عليها ويبقوا قبل ما تنام بيطبطبوا عليها ينيموها وحاجات زي كده. فمش عارف اذا كانت كل الناس بتصبح على مصر وبتمسي على مصر، امال ايه الوكسه اللي احنا فيها دي؟ ما اعرفش. انما يعني ايه، خليك في الموضوع ما تخرجش عن النص. اوكي. فكلموني في التلفزيون اني انا اطلع. كلمني احمد مختار المذيع الجميل، اشتغل ممثل فتره برضه جنب اذا جنبه كان يكون مذيع، يعني كان مذيع مميز جدا. ما اعرفش هو لسه شغال مذيع ولا بيعمل ايه احمد مختار دلوقتي، مش انا، بس انا من الناس المعجبه بيه يعني. فاحرجت منه ورحت، لكن مش قادر، بخايف جدا نطلع هوا واتكلم، خاصه ان كان في احتفائيه جباره بالمسلسل. انا شخصيا كنت بتفرج عليه وكانت كل الناس بتتكلم عنه كلام، هو من حيث الحدوته كلها حلو جدا، وكل العناصر اللي فيه فنيه من طراز مظبوط. فطلعت للست زينب سويدان ربنا يديها الصحه ويخليها لينا. قلت لها في عرضك ابوس ايدك، انا مش عايز انزل. لا هتنزل، لا مش هنزل. جت حتى واحنا قاعدين رشا مدينه خارجه من الهواء، فانا اعتبرت انها خارجه يعني جايه من الفضاء. قالت لي يا استاذ ما تعرفنيش؟ قالت لي يا استاذ ده الهواء دوا. قلت لها الهواء دوا؟ وانا قاعد مرعوب. المهم اقنعت الست زينب وما نزلتش. لكن انا كان في بالي حاجه تانية، ودي حاجه انا ما بحبش اعملها خالص، ان انت لما تكون مقتنع بحاجه ومضطر ان انت تجامل عشان الراي العام كله سائد، وقتها احتفاليه كبيره جدا. ام كلثوم طلع في المسلسل الملاك، قديسه على اذا فكره، اذا كان في 10 بيحبوا ام كلثوم فانا اولهم، فانا اولهم وانا اخرهم وانا تقريبا العشره كلهم.
فانا ام كلثوم بتمثل في حياتي دور كبير جدا جدا، كانت وما زالت وستظل. يعني ام كلثوم انا بسمعها، دي الحاجه اللي بسمعها كل يوم. ويمكن دي الحاجه اللي مصبراني على رياضه المشي، ان انا اقعد قبل ما امشي ادور على اغنيتين حلوين اسمعهم. قبل كده كنت بمسك بتاع كاسيت احطه في جيبي كده قبل ما يطلع التليفون والروك من الحاجات الصغيره. فام كلثوم طالعه في المسلسل القديسه، ايه مش ام كلثوم، ايه ده؟ كل حاجه بتعملها صح 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 صح. لا مفيش حد بينجح كده الحقيقه، انا مفيش حد بينجح كده. الحياه صراع وهات وخد وتنافس وحاجات زي كده، انما دي طالعه يعني ايه ده؟ فانا كان عندي اعتراض على الحكايه دي، انه ما كانش ينفع ان ام كلثوم تطلع بهذه الصوره المقدسه، لان ليها وقائع مكتوبه في الصفحات، خناقتها مع رياض السنباطي، خناقتها مع زكريا احمد، ده خلافها مع رياض السنباطي نفسه لما اختلفوا على الاطلال، حواديت حلوه. لما تتعمق في الحواديت تكتشف ان ام كلثوم ما كانتش جباره زي ما الناس بتقول ولا حاجه، لا كانت بتخضع لاراء الملحنين وبتخضع لاراء المؤلفين وتخضع الملحنين وتخضع المؤلفين في احيان كده وفي احيان كده، يعني في احيان كده. فدي الشخصيه الصراع اللي بنشوفه، يعني مساله ان احمد رامي دايب. والله انا لا اظن ابدا ان احمد رامي كان بيحب ام كلثوم بصراحه، لا اظن ابدا، لكنه كان رجل ذكي، هو حب عشق هذا الصوت الجبار، الشخصيه الذكيه اللي هي بتاخد كلامه وتطير بيه. ولذلك بقول لك انا كتبت اغاني ام كلثوم، بعد كده كتبت كلام فاضي، مع انه كاتب لاسمهان وكاتب لليلى مراد وكاتب لعبد الوهاب انا كتبت بعد كده كلام فاضي. ده ذكاء من احمد، من 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 الشاعر الكبير احمد رامي. كل اغانيه ما زالت بعد 50 سنه. هيام بتقول لك انتوا المصريين بتعتبروا ام كلثوم مرام رابع وهي انسانه. مش عارف يعني ايه تقصد ايه. يعني احنا واضح ان احنا بنعتبرها هرم رابع باعتبارها انها بناء صرح فني لا ينضب حتى بعد رحلها ب 50 سنه. هي انسانه صحيح، والهرم حجر، والهرم حجر لكنه تاريخ وحضاره ومعاني كتير. فام كلثوم فيها معاني كتير، لانه هقول لك حاجه يا صديقتي العزيزه، دلوقتي احنا بقى لنا 50 سنه على رحيل ام كلثوم بالظبط، يعني 49 سنه وشويه، وما زالت تسمع، وما زال ليها ناس بتحبها وبتسمع اغانيها القديمه والجديده. فده صوت جمع العرب وما اجتمعوش بعد كده، يعني كانوا يوم الخميس من اول كل شهر في موسم الشتاء اللي بيبدا مثلا قولي من سبتمبر اكتوبر، كان زمان الشتاء بيبدا كده ويقعد لغايه ابريل ومايو ممكن. كان كل خميس من كل شهر الوطن العربي كله بيجيب الموجه اللي عليها البرنامج العام ويسمع ام كلثوم، نسمع حاجه واحده بلحن واحد بصوت واحد باحساس مختلف، كل واحد فينا يحس زي ما هو عايز. وده ثابت في التاريخ. فاذا ام كلثوم مش مجرد مطربه بتغني، هي انسانه صحيح طبعا انسانه، ما فيش كلام. ما انا انت موافقاني على الكلام اللي بقوله، ان لما تقدمت كده كقديسه لا ما ينفعش، هي تتقدم كبني ادمه بتصارع في الحياه، لانه هي شوفي عايز اقول لحضرتك حاجه، بصي احنا عملنا ايه وهي عملت ايه، احنا كنا فين وبقينا فين والدنيا راحت فين، ازاي بقى؟ هقول لك. قبل ما تغني ام كلثوم وتقف على خشبه المسرح تعمل الحفله الاسبوعيه بتاعتها، كانت الستات بتغني في الكباريهات. شفتي تاكلنا انا في عرضك، خليها تسلم على خدك، اقفل الستاره اللي في ريحنا، احسن جيراننا تجرحنا، مش عارف ايه، وفي الكباريهات. ام كلثوم طلعت على المسرح قعدت الناس على الكرسي، محدش ياكل ولا يشرب زي ما بيحصل في الملاهي الليليه والكباريهات، محدش ياكل او يشرب، يسمع وهي بتغني صمت، احترام فظيع للست وللغنى، عشان كده سموها الست. الست دي ايه الست اللي سيطرت على الناس دي وسيطرت على المسرح
وذكيه، بتشتغل في مسرح، بتلعب في مسرح 600 كرسي عشان ما يبقاش فاضي ابدا، عشان صوته يبقى جبار. مسرح صغير كده، المسرح القومي مسرح صغير كده ولطيف جدا، وحاجه مصغره من الاوبرا لانه فيه لوجات وبنورات وكده. ما تسمعش صوت تبقى مش مصدقها. فأم كلثوم نقلت الغنى الى حاله فنيه عظيمه، وخلت الست لما تغني تبقى محترمه جدا. وفضلت كده لغايه اخر يوم، ما شفناش حاجه من ام كلثوم كده ولا كده. وبتعمل نيو لوك على فكره، يعني هي كانت تبقى شد شعرها كده وبعدين عملت شعرها كده، ما نعملش، هتلاقيها متغيره. يعني اللي بتلبسه في اوائل اواخر الخمسينات حسب ما شفنا في التلفزيون، غير اوائل الستينات، غير نص الستينات، غير اول السبعينات، غير اخر حاجه ظهرت فيها في التلفزيون، بتغير وبتعمل نيو لوك وبتاع، لكن في شكل محترم. حياتها الخاصه ما نعرفش عنها حاجه كتير، ما نعرفش عنها حاجه خالص، يعني ما نعرفش عنها قصص. شوف احنا بقى بعد ما وقت ام كلثوم ومات عبد الحليم ومات فريد ومات مش عارف الوقت الغنى وصل لايه؟ انا بشوف حاجات ببقى مش مصدق. الله، ده انت بتغني وصوتك حلو، ايه بقى بتاخدينا ليه في سكه؟ يعني مش فاهم، انا مش مصدق. يعني بشوف الحاجات كده اقول ده متركب، وبنت مش متركب ولا حاجه، تطلع المغنيه المعروفه المحبوبه صاحبه الصوت الجميل، خلاص خلاص بقت الدنيا يعني القماش قليل قوي قوي قوي. في ايه؟ في ايه؟ انا مش ضد ده ولا مع ده طبعا، لكن بقول لك ان شوف الست دي عملت ايه في مجتمع كان المطربه عندها عوامه بيصاروا فيها الناس البشوات وبتاع. ام كلثوم ما كانش عندها كده، عملت حاجه، عملت حاجه، فهي بنت حاجه حقيقيه في الغنى. فتشبيهها بالهرم الرابع، تشبيهها مش عارف دي كلها تشبيهات بس بنقولها لانها صانع الشيء او الانسان اللي عاش. انت عارفه يعني ايه فلاحه من طماع الزهيره بتغني بازازه كوكاكولا ومعلقه رز بلبن وبعدين تخرج فتعمل هذا الصيت وتعمل هذه العظمه وتعمل هذا التحول في طبيعه الغنى، هذا الجمال في الشعر اللي بتقوله، انها تعمل اغاني خفيفه زي هسيبك للزمن والصبر حدود والحب كده والحب ايه، وبعدين تيجي بعدين تروح عامل اراقص الدمع. ايه اللي بتعمله ده؟ اراقص الدمع دي راجل، لانه وقلت كما شاءت وشاء لها الهوى قتيلك قالت ايهم فهم كسر، ده رسمي، قتيلك قالت ايهم فهم كسر، انت مين فيهم؟ دول كتير قوي. وقلبت امري لا ارى لي راحه اذا البين انساني على حالي الاجر. وقالت برضه سته اللي بتقول، هو الراجل بيقول، وقالت هي قالت له لقد ازرى بك الدهر بعدنا، انت اتبهدلت بعدنا. فقلت معاذ الله بل انت لا الدهر. ايه ايه ده؟ بعد حب ايه وحب كده وليلي ونهاري ولسه فاكر وانت عمري وامل حياتي تعمل ده وتغنيها مره واثنين وثلاثه واربعه، وبعدين بعديها بسنه تروح خبط الاطلال؟ فده في ده شغل، ده في دماغ جباره بتفكر. هو ده اللي انا كان نفسي يبقى موجود في مسلسل ام كلثوم. وبيعملوا حاجه دلوقتي، هل هيبقى فيها الحاجات دي؟ لانه اهم حاجه في الشخص الفنان المبدع اللي هو قليلين مش كتير، ان نفكر ان احنا نفهم ازاي هو بيفكر، ازاي بيحصل له التحول ده، بينقل من ده لده لده لده، لانه يقدر يغير في طعم الغنى وفي الحاجات. ده مجهود كبير وقرايات كتيره جدا جدا. يعني عشت حياتي كلها متصور ان احمد رامي هو اللي رتب رباعيات الخيام، طبعا لان رباعيات الخيام دي كبيره جدا وهو مترجمها، لكن اكتشفت بعد ما كبرنا وطلع البتاع القرد ده اللي بيجيب كل حاجه ده اسمه ايه ده؟ جوجل. تسجيل لام كلثوم مع صديقنا الله يرحمه وجدي حكيم، وجدي طبعا وجدي حكيم، فقالت له انا قلت الرامي طلع لي من رباعيات الخيام حاجه متكامله كده اغنيها، فقال لا لا انا ترجمتها بمزاج كده، انت عايزه تغنيها لا انت. ده طبعا كلام قالته ام كلثوم في وجود احمد رامي حيا يرزق، لانه مات بعدها في 5 6 سنين. دي حاجه. الحاجه الثانيه مش ممكن تنكر عليه حاجه زي كده، يعني صعب جدا.
وهي اللي اختارت الابيات. شوف بقى مختار ايه من كلثوم من ابيات رباعيات خام، اختار 15 حته، كل حته انقى من الحته اللي بعدها. ايه بتعمل ايه الست دي؟ بتعمل ايه؟ لا والله ما بتغني، والله ما بتكسب كمان. الست دي بتعمل، بتاسس. الله يرحمه احمد زكي كان عنده نفس الفكره. يا احمد الفيلم ده حلو، لا انا بعمل حاجات متنوعه كتيره، يعني بيبقى في فكره في الفنان ده مهم جدا لما نجي نقدم في حياه فنان، ان احنا ندور على الفكره دي جت للست الفلاحه دي منين. مش فلاحه يعني حاجه وحشه، لا يعني محدوده برضه، لان قرت ايه وعملت ايه. لكن لما تيجي تتكلم معاها وتشوفها في التسجيلات بتتكلم على يعني عيون الكتب بتقراها، وان ما انا ما اقدرش اخرج كتير ولا اتكلم كتير. فكر الناس بتحترم حب الناس، الناس بتحترم جمهورها. مش طيب ماشي. جهاد بيقول لك او بيقول لك جهاد جهاد ممكن يكون بيقول او بتقول لا وانا صغيره وجهاد وانا صغيره ما كنتش بحبها ابدا. مشاعري تحولت تجاه اغانيها تماما بعد العشرين، والبدايه كانت مع انت عمري والاطفال، ودلوقتي بسمعها ومش بكون مستوعبه حجم الجمال والتناغم. انا عايزك تسمعي بقى ايه، في اغنيه اسمها الامل. ايه بتقول لي الامل لولاها عليا كنت في حبك ضحيه. كلام سهل جدا بينا ما تنسى. انا بالامل اسهر ليالي في الخيال، وابني علالي واجعلك فيها نديمي. يا عماله تبني خيال واجعلك فيها نديمي، وحاجه ويومي وليلي. وانا لو اطول ده اللي بقوله يبقى المنى، ولو يكون وهم وزنون بردك انا عندي فيك امل. يا خبر ابيض على زكريا عامل عامل ايه. عشان الناس اللي بتقول ام كلثوم تخلت على الاصابجي، ام كلثوم عامله 150 اغنيه للشيخ زكريا، عامله 65 اغنيه للاصابجي، مش اغنيه ولا اثنين ولا ثلاثه. لكن في شاب طالع كده بيلعب على العود عبقري. انا رايي انه اكتر واحد سمعته عبر الكلمه باللحن قرص باطن. مفيش طبعا الموجي موجود وكمان التطوير كله دول على عيننا وراسنا، بس صنباطي لما تيجي تسمع اللحن انت هو كلام. ما اعرفش ازاي بصراحه، يعني ما اعرفش مع عظمه عبد الوهاب، انما ساعات عبد الوهاب الاقيه بيشد يعني الجمله الموسيقيه عنده هي اللي سايده. يعني انا كنت بسمع النهارده عبد الوهاب في اغنيه لا مش انا اللي ابكي ولا انا اللي اشكي لو جرى علي هواك، جميل قوي. وبعدين يجي في الكوب الاخراني ضرب حته مزيكا تحس ان بقى ايه هيقول له بقى ايه اتصالحوا، لا ده هو لسه زي ما هو. لكن الجمله الموسيقيه عاشت معاه اكتر من يعني. فلقيت صنباطي، وبعدين لقيت بليغ، وبعدين الموجي، وبعدين يعني عفريت، حد عفريت متعفرت عايز طول الوقت يعمل حاجه كويسه. في كذا حد اسمعي كمان، انا قلت لها الامل ها، اسمعي الاهات، اغنيه كلها اهات. شوفي برضه زكريا عامل احمد عامل فيها ايه، كل اه عن الثانيه مختلفه. اسمعي اهل الهوى، انا قلت لكم كذا مره قبل كده، لان شوف الصوره اللي رسمها بيرم التونسي في اهل الهوى، يا ليل فاتوا مضاجعهم. اولا كلمه مضاجعهم دي في زجل يعني افترى، انما ما حدش يعترض عليه، الناس فاهمين يعني. فاتوا السراير بتاعت فاتوا مضاجعهم، واتجمعوا يا ليل صحبه وانا معهم، يطولوك يا ليل ويقصروك يا ليل من اللي بيهم، وانت يا ليل بس اللي عالم بيهم. هي بيهم وبيهم بس مختلفين. وكنت زمان احبها قوي، وكنت اشتغلت عليها عاطفيا على مجموعه من قصص الحب، وكانت حلوه لان فيهم كثير القلب والمتقلب، واللي كتم شكواه ولم يتكلم، واللي قعد بعد الحبايب وحده وبات حزين يشكي ايامه ووجده، يشكو ولا مخلوق سمع شكواهم الا الكواكب في السماء سمعهم. ايه ده رمى التونسي ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ كذا حد بيسالك على رايك في المشكله اللي حاصله مع محمد صبحي. الحمد لله اتحلت. هو انا يعني ما رضيتش اكلم الاستاذ صبحي الا ما الامور تبقى يعني كده اتحلت، فانا ان شاء الله هكلمه واقول لكم ايه الموضوع. بس واضح ان هو خلاف فني وانتهى. يعني صبحي كاتب، انا صحيت الصبح قريت على طول في التليفون،
انه كلف او مش كلف يعني اتفق مع اشرف زكي. اشرف زكي بيعمل مجهود كبير الحقيقه في الحقيقه يعني في حياه الفنانين وفي حياتنا بالتالي. فاتفقوا على انه اشرف هيتابع الحكايه ويحل المشكله وكلام كويس يعني، وانتهت مشاكل فنيه عاديه. بس هو يعني في تصرفات هوجاء بتحدث، انا بسميها تصرفات طفوليه متعجله يعني فيها تعجل شويه، ويا ريت ان احنا نتعلم من ده. يعني ما يبقى في خلاف، ففي داعي نروح ده بديب ديب 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 ما تتكلم شويه يا جدعان. يعني فاكرين على دي عليه ولا ايه؟ قال له ما فيش شتيمه شويه بتاع يعني قبل الضرب والحاجات دي. فيعني يعني هذا الفعل كان محتاج صوره اخرى في التناول. ده مش تناول، اللي حصل ما كانش تناول ذكي. أميرة بتقول لك حضرتك حكاة عظيم، بتتكلم بشغف رهيب وبحب أسمع حضرتك جدا. بصي يا أميرة، أنا معايا كتاب أهو اسمه أفيون وبنادق، انتهيت منه للأسف، خلص، كنتش عايز يخلص بصراحة، لأنه أنا من عشاق كتابات الأستاذ الله يرحمه صلاح عيسى. وبحيي الست أمينة نقاش إن هي جمعت هذه المقالات ونزلتها في كتاب زوجة الأستاذ صلاح عيسى، بحييها جدا. وكمان في تحية صحفي هنا أظن اسمه أمجد، هي كداله شكر لأن هو ساعدها في الحكاية دي جامد جدا، كداله شكر. أنا في الآخر أظن إن أنا قريته، اسمه إيه؟ ربي أمجد حاجة كده، هي كداله شكر في الآخر إن هو ساعدها جدا في الكتاب. يعني هبقى أشوف اسمه وأقول لحضراتكم. بدأ بعض الإيضاحات، مش عارف الاقي اسم الاستاذ امجد هنا، بس يعني في صحفي همام ساعد الاستاذه امينه في انه جاب لها وثائق وجاب لها حاجات. امينه نقاش زوجة الاستاذ جمعوا ده في كتاب. الكتاب فيه قصه الخط اللي هو كان في الاربعينات. هي ذكاء صلاح عيسى لانه كان كاتب دماغه مليانه، مش مليانه، فيهون مليان افكار حلوه نظيفه، افكار بتطور حياتنا وتفيدنا كتير. فهو لما كتب الكتاب كتب زي ما قال بالظبط في رؤيه اجتماعيه وسياسيه للبلد في هذه الفتره، وكتب انه يعني مثلا اللي كانوا بينصروا احيانا الخط الناس الاكابر والعمد والناس اللي هم عندهم اراضي وبتاع، لانه بيعمل لهم مصالحهم وبيحميهم من هو نفسه وهكذا، وكمان يعني ممكن يقتل لهم ناس ويعمل لهم ناس وحاجات زي كده. لكن انا فوجئت بقى في الاخر، ده اللي فوجئت بيه. اولا مين الصحفي اللي كان بيتابع قضيه الخط واللي وحيد اللي قدر يجمع معلومات والوحيد اللي قدر يقابل خالتي فضه ام الخط؟ كان حسنين هيكل، هذا الصحفي الكبير الاسطوره ده اللي هو بتاع السياسه ده، كان الصحفي الوحيد في اخر ساعه اللي قدر يتابع قضية الخط حتى مقتله ويقابل فضة أم الخط. ثم بعد بقى ما مات الخط حصل سؤال طرحه حسين نيكري، طلب فالمجتمع انشق وتدخل توفيق الحكيم أسماء رنانة كلها، والمجتمع كله انشق في هذا الأمر، نعمل إيه؟ توفيق الحكيم اعترض على اللي قاله هيكل، لكن اقترح تاني، وفضل بقى سجال في المجتمع نعمل ايه في القضيه دي بعد ما مات الخط. فده اللي انا هطرحه عليكم لما احكي لكم حكايه الخط، وهطرحه عليكم في انه لو انتم مطرحهم ده، مش هتلاقوه في جوجل على فكره، مش هتعرفوا الاجابه، لازم تقروا الكتاب. المجتمع في نهايه قضيه الخط كان عنده سؤال مهم جدا، ثم انتهى الامر ان المجتمع قال رايه. يعني عملوا استفتاء والجوابات جت المجله، كان زمان طبعا دي حاجه اساسيه موجوده يعني، مش عصرتها يعني. وغالبيه الناس قالت راي. يا ترى النهارده لو احنا طرحنا السؤال تاني
هيبقى الرأي ايه؟ ده بقى هنشرحه ان شاء الله في اول فرصة نسجل يوتيوب. نحكي حكاية والله نسيت اسمه، كان اسمه الخط مش اسمه احمد زي عماد الغول. بيسلم عليك، بيقول لك حبيبي عيسى كاتب صحفي مفكر كبير. حبيبي عماد الغول، غول حبيبي. عماد الغول ده مخرجنا في البيت بيتك، ليه افضل عليا كتير قوي في انه هو كان بيطلعني في احسن صوره، وكان بيساعدني في اخطائي، وكان بيصلح لي حاجات كتير جدا جدا، وكان وجوده يعني شيء مطمئن جدا. يعني بيبقى عماد قاعد في كنترول، هو طبعا كان قبل بعد كل يوم بيبقى كنت ببقى مطمن جدا لوجوده، لانه ممكن يصلح لي. ده بالاضافه طبعا اسم محمد هاني طبعا كصحفي كبير. لكن لما يبقى معاك مخرج انت مطمن له بتبقى قاعد براحتك، لان انا ما بعرفش اقعد، انا بقعد اعمل كده وبعمل كده. فعماد كان بينقذني الحقيقه. ساره بتقول لك كتاب افيون وبنادق ورجال رايه وسكينه حلوين جدا، وحسيت كاني عايشه في نفس الفتره وانا بقراهم. ما هو دي بقى مهاره الكاتب، دي بقى اللي بتخليني انا ما اقدرش امسك قلم واكتب مذكرات، لانه انا بقرا. فاللي بيقرا ويكتب وحش يبقى عبيط، او يكتب حاجه مش هتطلع حلوه. ليه؟ لانه ملكه. في ناس عندها ملكه ايه؟ الوصف بالبق والوصف بالقلم. صلاح عيسى انا قعدت معاه كتير وشرفت ان انا عرفته كويس يعني، لكن وكان حكاء كويس قوي، لكن مش مهاره الكتابه. يعني السعداني كان مهار في القواله، محمود السعداني طبعا كان حاجه مش معقوله، لما تقعد معاه تبقى مش عايز تقوم. وصلاح طبعا نفس القصه، لكن مهارته في الكتابه عاليه قوي قوي قوي، اللي هو يقدر يوصف الـ 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 المكان بحيث انك تشوفه على طول على طول. وانت عندك حق، انا يعني قريت الكتاب الحقيقه، انا مش فاكر اذا كنت قريته قبل كده ولا لا، لان قريت يعني كتب صلاح عيسى ما كنتش بسيبها يعني، انما مش فاكر اذا كنت قريته ولا لا، لكن قريته دلوقتي وكان بقراه لاول مره. لكن هو انا شفت الخط وشفت الجبل وشفت فضه وشفت مراته حميده باينه ولا اسمها مش عارف ايه، وشفت ابنه وشفت كل حاجه، شفت. ولذلك انتوا بتعذبوا نفسكم وتحكوا حكايات وهميه ليه؟ يعني زي المسلسل اللي نجح من سنتين ده، اللي هو كان في السيره زينب وضربه بتاع، ايه التخريف ده؟ ما هو مالك زي محمود الجند الله يرحمه، ما هو قصه مكتوبه وسيناريو، ده ما سيناريو وحوار محطوطين، ثم بعد سياسي، بعد اجتماعي، الدنيا كانت عامله ازاي؟ الناس اللي النهارده 23 يوليو كلهم طيبين، اللي كان امبارح اظن، الناس عماله تحتفل بالثوره، وناس عماله تشتم ديب 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 ديب، ومعلش يا عم الحاج الملك فاروق، انت بتسمع كلام من هنا ومن هنا ومن هنا، ما تقرا عشان تعرف تاخد راي، ما تقرا عشان تعرف تاخد راي، يعني عشان تعرف تكون راي حقيقي، تسمع ده وتسمع ده وتسمع ده. انما نسمع واحد يروح ماشي وراه كده ان الملك فاروق كان عظيم، انا ما بقولش انه، انا قلت رايي في الملك فاروق لما قريت عنه كتير وقربت منه اكتر من الحيطان، اللي رحت بيوته ورحت قصوره ورحت يعني. ان الراجل ده كان مظلوم، لانه شيء مش مصدق ان الراجل ده مات عنده 45 سنه وساب الحكم عنده 32 سنه ومسك الحكم عنده 16 17 بالعافيه، تخلوهم 18 سنه عشان خاطر القوانين والحاجات دي. فتصور واحد يمسك حكم مصر وهي محتله وفيها احزاب وفيها بتاع، وعنده 18 سنه ومتعلم بره، وجابوه من بره قالوا له هتبقى ملك، فما لحقش يعني، ومشي عنده 32 سنه. يعني كل الحكايه جه من سنه 36 37 ماشي سنه 52، ما فيش حاجه الراجل، ما فيش حاجه. ولذلك جسد الملك فاروق، جسد الملك فاروق لو انت بصيت له من البدايه ليخرج من مصر، تكتشف ان الراجل ده ضيعوه. ايه ده؟ شاب وسيم جسمه جميل جدا يطلع من مصر بعد 15 سنه عامل كده، لابس كبخنج قوي كده، ايه ده؟ ليه عملتوا فيه كده؟ ليه قعدتوا الراجل ياكل ويشرب؟ الراجل ده ما كانش خمرجي الملك فاروق على ما سمعنا وتاكدنا يعني، او سمعنا بكلام اكيد يعني. سبت الراجل يعمل في نفسه كده ليه؟ ايه ده؟ في 15 سنة الراجل يتحول من الشاب الجميل ده، هتعرف الملك فاروق ده عمل فيه ايه؟
يعني ده رأيي. إنما البلد كان فيها إيه؟ كان حال المصريين إيه؟ وحال الشعب إيه؟ وحال الغلابة إيه؟ وحال ده لازم تبص كويس. أنا مش هقول لك رأيي، أنا مش هتدخل في الحاجات دي، لأنه الآراء كتير قوي مكتوبة هنا وهنا وهنا وهنا. لكن أنت تقدر تعرف، مش مسألة إن الجنيه المصري كان بيجيب جنيه استرليني أو بيجيب جنيه ذهب، ده معناها إنه الدنيا كانت حلوة. لا، حضرتك ما كانش فيه جنيه، حضرتك ما كانش فيه جنيه، كان عندنا 5 ورق كده لو شفتها يبقى يوم المنى يعني. وانت بتسمع يعني فنانين يقول لك انا كنت بشتغل في مصر في مسرح طول الشهر باخد 3 جنيه. يتصور انت الوقت دلوقتي بتاخد 300 جنيه 3000 جنيه يعني. فيعني الحكايه بتبقى فاخر عايزني اوصل صوته بس انا مش عارفه عايزني اقول ايه. فاخر يوصلي صوتي بس مش عارفه. فاخر اسمك حلو، كان عندنا ممثل عظيم اسمه فاخر، فاخر ابو هلا فخر. استاذ محمود نسمع الناس بقى شويه. هو النت كويس ومفيش حاجه. بنتي صلحته الانسه مي. ما شاء الله يا استاذ محمود شكلك دايما صغير ما بتكبر. قول لنا اسمك. لا والله قلت لا والله. بص يا رائد اقول لك حاجه، انا عملت الحكايه ديت في اصدقائي، فهم بص له كده قول له هو شكلي ده اللي بيطلع في التلفزيون وما يعرفش يرد. يمارس الغرس عليه يقول لي لا لا متغير بصراحه. انا لما ببص في نفسي في المرايه، وده نادرا جدا يعني، حتى وانا بزرع انا ما ببصش في وشي كله، ببص في شعري بس عشان اظبطه يعني. شكلي في الحقيقه غير ده يعني، اللي انت شايفه ده مش هو الحقيقه. ايه بقى في ايه؟ لا في افوره في ايه؟ ما اعرفش. في ناس الكاميرا بتبقى طيبه معاهم وبتقربهم، وفي ناس بتبقى يعني مش كده. فانا من عند ربنا، دي مش من عندي خالص. انما انا لما بشوف وشي قبل ما اطلع غير ده يعني، في تزوير، في تزوير في الحكايه، لكن هو مش تزوير بفعلي. في حاجه ما انا ما اعرفهاش بصراحه يعني، في حاجه انا ما اعرفهاش، لانه انا لو حصل ولمحت نفسي كده في الكاميرا مفيش مين ده. لا هو كبير والله، بتحرك بالعافيه الحمد لله. متشكر على كل حال، متشكر جدا جدا. اصل هو السن الكبير نعمه كبيره، والله نعمه كبيره يعني. انا ما بحبش ابدا الناس اللي تقول لي كبرنا بقى، انا كبرنا او كل حاجه، بس ده 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 خير، ده رزق من ربنا سبحانه وتعالى، ان الواحد ربنا مد عمره لغايه ما كبر وعجز. مش حاولك فهم الحياه اكتر، بس بيبقى مختلف، بيبقى كائن تاني يعني. ربنا اداك مراحل كتير، طفل شقي وبعدين شاب مش عارف ايه وبعدين ناضج مش عارف ايه وبعدين مش تمام بقى في عز الحاجات وبعدين تعجز، كل دي مراحل. فلما ربنا يديك معظم المراحل دي حاجه عظيمه جدا، نعمه كبيره جدا جدا، لان الواحد بتبقى يعني بيكتشف ان هو لسه برضه عبيط زي ما هو، بيكتشف ان هو لسه عنده حته الهبل دي كويسه، لكن بيبقى بيكتشف ان عنده ادراك افضل شويه من اللي فات، بيكتشف ان عنده فهم اكتر شويه من اللي فات. يعني مثلا انا لما بلاقي شباب دلوقتي متحمسين لرايهم فبقول ايوه، ما انا ما كنت في سنهم كده كنت بقى متحمس لرايي يعني، كنت بقى متحمس وبتخانق عشان ارايي وبتاع حاجات زي كده يعني. ياما اتخانقت على ام كلثوم دي. كده. انما دلوقتي لا، اللي عايز يقول حاجه ما فيش مانع، بس نتفاهم نتكلم ناخد وندي كده يعني. معلش معلش. بيقول لك حابين تكلمنا عن شخصيات اثرت في الوطن العربي. شخصيات اثرت في الوطن العربي يا نزار. انت فاكرني محمود جوجل. ده الوطن العربي فيه شخصيات كتيره جدا 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 يعني. كل منطقة وفيها ناس أثروا، في العراق في ناس، في سوريا في ناس، في لبنان في ناس، في السعودية، في الإمارات، في اليمن، في المغرب، في تونس، في الجزائر، في ليبيا، في السودان. كل بلد قدمت حاجة، قدمت حاجات كتير، قدمت حاجات كتير للوطن العربي. لكن ممكن يبقى السؤال، أمال الناس دول قدموا إيه في السنين اللي فاتت؟ أمال إحنا في إيه يعني؟ لما الناس دي قدمت حاجات فيها ايه؟ احنا في ايه؟ ده السؤال ان انا ما اعرفش اجاوب عليه يعني، ما اعرفش اجاوب على السؤال ده. لما في ناس قدمت طبعا، في ناس فكروا
وحطوا ورصوا كتب ورصوا ابحاث ورصوا اراء ورصوا حاجات عظيمه جدا. امال ايه اللي حصل؟ ما اعرفش. عبد الغني بيسلم عليك من الجزائر بيقول لك لو كانت حياتي حبيبي منين في الجزائر يا عبد الغني؟ منين الجزائر دي؟ يا سلام والله نفسي اروح الجزائر قوي. السؤال لو كانت حياتك كتاب كنت تسميه ايه؟ كتاب حياتي يا عيني. ما شفت زي كتاب. لا ما 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 بقول لك انا عشان بقرا انما اسميه برضو ممكن اسميه بس ما بحبش انا ما بحبش تسرع يعني دايما لما كنت اكتب حاجه عشان افكر في العنوان اقعد افكر شويه يعني افكر في كده وافكر في كده وافكر ما بحبش اقول الحاجه بسرعه بس اقدر اقول انه يعني لو حياتي كتاب ممكن اقول انه انه وخرجت من وعاء امي. حلو دي حلو قوي. يعني ايه؟ او من دعاء امي او يعني كنت سعيد طالع. مفيش كلام مفيش كلام. محمد عايز قصه بليغ حمدي مع النقشبندي وسادات بعد اذنك حبيبي. حد بس يسالك اول كذا مره اذا كنت اهلاوي ولا زملكاوي جاوب عليه بسرعه وبعدين جاوب على ليه بسرعه ليه؟ اهلاوي ولا زملكاوي ليه؟ طب نرجع تاني. الاهلاوي بص انا ما اعرفش ليه طلعت اهلاوي. انا واختي اهلاويه واخواتي الصبيان الكبار زملكاويه. بقى تقولي ليه بقى كده؟ ما اعرفش. بس من صغري ادركت انه لو عايز افرح اشجع الاهلي. لانه مضمون. ليه بقى؟ لانه كان كل ما يجي الاهلي يلعب الزمالك وقتها بقى اكون قول ده بقى في بدايه الستينات. كنت انزل الشارع الاقي مكتوب على الارض نفسها مش على السور الرصيف على الارض نفسها. الاهلي 3-0 كسبان 3-0 كده. وفاكر بقى كان في ماتش كان في ريعه والسايس ومش عارف ايه ودزو حاجات صغيرين كده لعيبه كبار كانوا جداد نزلوهم كده. يعني فاكر انه من اسباب السعي يعني من اسباب انك انت تبقى عايز تفرح خليك اهلاوي. يعني الاهلي مضمون مع اني يعني بحب فريق الزمالك يعني بحب الزملكاويه يعني مش جمهور الزمالك صعب قوي لكن بحب الزمالك. انا اعرف فيه لعيبه كبار حسن فرصه حسن وفطاس بصري وعمر منوق يعني فيه لعيبه كبيره جدا جدا. ولغايه دلوقتي انا احب شيكابالا رغم ان انا ما بحبش اتفرج على ماتشات الاهلي والزمالك لان اقول لهم هينزل شيكابالا هيجيب جون على طول فاتفرج ينزل شيكابالا يجيب جون على طول لكنه لعيب كويس جدا بس ما اعرفش ليه كان حظه مش قد موهبته يعني حظه اقل من موهبته. وان كنت ما بحبش كلمه الحظ دي لكن بحس انه فيها حصلت له حاجات شيكابالا انا مش طبيعي في الكوره ما اعرفش ايه اللي حصل لان اللعيب ده كان لازم لعيب كبير جدا جدا لانه فنان قوي قوي قوي. فانا النقطه الثانيه اللي كان حد بيسالني فيها قصه قصه النقشبندي وبليغ حمدي احكيها لكم مره ثانيه يعني ما عنديش مانع بس هي القصه دي بتتحكي ب50 شكل. انت عارف دايما القصص كده ما تخرج من منبعها تتحكي ب50 شكل. طب هل انا سمعتها من بليغ؟ لا. طب هل سمعتها من نقشبندي؟ لا. طب هل سمعتها من رئيس السادات؟ لا. بس سمعتها من ناس مقربين. فالقصه بتاعتي يعني انا بحكيها وانا مطمن لانها ممكن تكون فيها مصداقيه شويه. اللي هو رئيس السادات قال لهم اشتغلوا مع بعض. فنقشبندي بليغ حمدي لان النقشبندي كان ليه قصه مع رئيس السادات معروفه. معروفه لانها متشافه في التلفزيون. كان رئيس السادات بيروح يزور السيد البدوي، كانوا بيعملوا تجديد وحاجات زي كده، وهو كان يحب يروح يزور البيت والمتصوف والحاجات دي. فراح زار السيد البدوي. مين في الجامع؟ النقشبندي. نادى على رئيس السادات، يا ريس يا ريس انا النقشبندي. السادات بيحب النقشبندي. فقال لهم هاتوه هاتوه، النقشبندي تعالى، مالك في ايه؟ قال له منعني في الاذاعه، كانوا فعلا منعوه في الاذاعه. بس ما اعرفش ليه. ممكن اقول اي اجابه دلوقتي وتبقى تمشي يعني انا ما اعرفش ليه. فقال له ازاي نقشبندي كده؟ ازاي شيخ سيد؟ ما هو اسمه سيد احنا نقشبندي. ازاي شيخ سيد منعينك يعني؟ قال له رئيس منعني وحالي واقف وبتاع.
قال له طب بس ما تعالى لي. فطبعا افرج عنه بقى خلاص بقى يعني في الاذاعه اكتر من اي حاجه تانية، اكتر من نشره. وبعدين قال له اشتغل مع بليغ. تقول الروايه ان هم جمعهم عنده، والسيرات كان بيعمل كده، وانا اعرف الفنانين اللي كانوا بيروحوا يسهروا احيانا مع الرئيس السيرات في بيته، مش سهرات وحشه، سهرات جميله جدا، لانه كان غاوي سينما وكان بيحب التمثيل وكان بيحب الفنانين معينين كلهم نجوم كبار، بس مش من حق ان نقول اساميهم، يعني الرجاله كلهم ماتوا. لكن انا عارف مين اللي كان بيسهر معاه، وكان بيسهر معاه ويتكلموا في الافلام ويتفرجوا على فيلم جديد وحاجات زي كده. وقال لهم خشوا الاوضه دي طلعوا لي اغنيه. فدخلوا الاوضه طلعوا مولاي اني ببابك، خبر ابيض، نخشبندي وبليغ حمدي. وعملوا بقى عملوا حاجه تانية كمان، وعملوا كذا حاجه مع بعض. دي القصة بتاعت النخشبندي وبليغ حمدي. الساعة كمان؟ الساعة وربع تقريبا. في كذا حد منهم هزير بيسألوا على كتاب البرزخ سنويدها سيرتها الأولى. عايزينك تتكلم عن الكتاب ده. كتاب ايه؟ البرزخ سنويدها سيرتها. مين اللي كاتبه ده؟ معرفش، بس هنشوفه يعني، هشوفه واجيبهولك ونشوفه. مين اللي كاتبه يا أستاذة؟ البرزخ سنعيدها سيرتها الاولى. هندور عليه يعني. طبعا. زي ما انا بقول لكم كتب، انتوا كمان رشحوا لي كتب. لازم. كاتب كتاب لرامي نبيل طه هنيدي. معرفش ده الاثنين ولا واحد. رامي نبيل وطه هنيدي مثلا، مش عارف. ايه كتاب ايه ده؟ اللي هو البرزخ ده. رامي نبيل؟ مش عارف. أنا بس عايز أقول لكم حاجة في الكتب الدينية. يعني لابد يكون عندكم دقة في اختيار وفي اختيار الكاتب. يعني ما أعرفش مين الكتاب دول، ما بتكلمش عنهم، بس عموما الكتب الدينية أنا عندي كتب وعندي ليا أصدقاء الحمد لله. فمثلا أقول لهم كتاب حلو ياخدوه يقروه، في كتب ما أديهالهمش لانها كتب مظبوطه يعني كتب كويسه، لكن في كتب دينيه ممكن تشتت ذهنك توصلك لحاجات مش كويسه، لان تبقى عايزه لازم تكون انت عندك قريت ده وقريت ده وقريت ده عشان لما تقرا ده. يعني زي مثلا لو بمناسبه الملك فاروق، لو قلنا انه الملك فاروق وحش 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 وحش، وبعدين كتاب يقول لك انه حلو، مش هتبقى يعني المسائل متظبطه معاك. انما لما تكون قريت ده وقريت ده هتقدر تفهم ايه الصح، الحلو ده هو حلو ولا وحش، بتقدر تعرف. وبعدين ما يبقاش الكاتب بيصدمك فيخليك تبقى عندك اسئله اجابتها مش موجوده قبل ان تصل الى انه انت يكون قلبك مطمن وحاجات زي كده. ففي كتب يعني ارجوكم تبقوا تخلوا بالكم الكاتب، مع وجود جوجل بيبقى المسألة أسهل بكتير. إيه هي بقى؟ تقدر تعرف مين الكاتب ده؟ مين اللي كاتب دي الكاتب؟ كتب الدنيا كتير جدا 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 جدا. فلما يبقى البرزخ سنعيدها سيرتها الأولى، ده كتاب حساس. ده كتاب بيتكلم على يوم القيامة وعلى البرزخ وعلى حاجات زي، كتاب حساس جدا. الساعة 9:30 إحنا قعدنا ساعة. يا نهار أبيض. أنا ما عملتش السلطة. طيب إلى اللقاء، صباح الخير.